كان في فكرة أنه القذافي يعلن أنه هو بيترك السلطة. نشوف مثلا سيف الإسلام أو حد يستلم مؤقت إلى أن هذه فكرة هو ما كان مش لا لا هو وافق عليها في البداية، فكانوا ناس يتكلمون معنا عن تفاصيل اللي كانوا جايين. أنا ما شفت القذافي حتى أعرف وافق ولا موافق ولا سيف الإسلام، فكنا نتكلم وعملنا اجتماعات سرية في باريس، كذا اجتماع وبعضهم عملناهم في الريتس هوتيل، وكنا نتكلم عن خطوات إنه القذافي ينتقل إلى منطقة معينة في ليبيا مسقط رأسه، وإن تكون له حماية عسكرية ودولية ومحلية، ويبقى لأنه هو كان الشرط من الشروط إنه ما يخرج خارج ليبيا. شرطه؟ إيه هذا اللي قالوا لنا إياه، ما أعرف. وكنا إحنا نتكلم مع الأطراف الثانيين اللي نعرفهم خارج السلطة اللي هم لهم دور، وقالوا إحنا موافقين على أي حل ينهي هذا الصراع. فكان أغلب الثوار المدنيين قبل أن تكون هناك الشراسة اللي صارت بعدين موافقين على هذه الفكرة إنه القذافي ينتقل ولكن يتنازل عن السلطة، ويكون في نوع من ضمانات الدولية إنه هذا هو وضع، يعني ما يتغير وضع. فمشينا في هذا الاتفاق، وبعد ما أخذنا الموافقات ذهبنا للأليزي وعقدنا اجتماع سري مع الرئيس الفرنسي آنذاك. أنت وياه فقط؟ أنا وياه، لا كان فيه ديفلبا وكان فيه أطراف أخرى موجودة في الاجتماع، ومنهم ليبية من قبل معمر افترض، يعني مدير مكتبه كان مش موسى كوسا، واحد ثاني اسمه أنا بجيب لك اسمه. ف أخذوا الأوراق، قالوا نحتاج 3 أيام عشان نروح ونخلص مع القذافي نرجع. فاين، راحوا 3 أيام رجعوا قالوا القذافي طالب 2 أسبوع. قلنا أوكي، لا 1 أسبوع، لا فاين. رجعوا بعد 1 أسبوع قالوا طالب 2 أسبوع. فجانا واحد قال لنا هو حاطط هذا الموضوع عنده، إذا قدر يحسم عسكريا هذا الموضوع سيسقط، إذا ما قدر يحسم عسكريا، وهذه من الحكومة الليبية في ناس قالوا لنا هذا الكلام، إذا هذا الموضوع ما مشى فهذا الموضوع جاهز عنده ورقة ثانية، ورقة ثانية بيشتري الوقت. أيوة، فرحنا حطينا ألتيميتم 72 ساعة يجيب لنا موافقة خطية حتى نبدأ العمل، وطلبوا ساعته أنه الإخراج لهذا الموضوع عنده مهم، أن كذا رئيس أفريقي يروحون للقذافي ويقنعونه في هذا الموضوع، ويطلع كأنه اتفاق تم أفريقي دولي لإخراج هذا الموضوع. اقتراح القذافي اللي نقل لنا. كل هاي الكلام يقال لأول مرة.